البروجكت بتاعنا اسمه اسسمنت اوف اكتيف اي اي بيست اي ليرنينج بلاتفورم. تمام. طيب نبدا بالموتيفيشن. اول حاجه احنا طبعا عارفين ان احنا التعلم احسن حاجه من الكتب، يعني او هو اكتر مصدر موثوق منه. ده احنا بنذاكر دلوقتي في الكليه، بنذاكر من ايه؟ غالبا لو هنذاكر صح قوي يعني وهنعمل حاجه صح هنذاكر من الكتب، لكن لو هنفلس يعني هنروح للبيت. فليه يعني اخترنا ان احنا يلا سامعين صح؟ دي واحد. ماشي اوكي. طيب ليه يعني اخترنا ان الاي ليرنينج بلاتفورم تبقى مينلي بيز على الكتب؟ عشان الكونسبت فيها ادابت انفورميشن، وكمان الكتب اصلا المذاكره من الكتب بتحسن الميمورايزيشن يعني، كمان بتحسن الكريتيكال ثينكينج عندنا. طيب بما ان العالم كله بيروح للديجيتال لوكيشن، فالكتب مش استثناء، وهي برضه هتتحول ل الاي بوكس اللي هي الالكترونيك بوكس. ودي ستاتستكس بتبين عدد المستخدمين بتاع الاي بوكس بيزيدوا، وده الماركت شير بتاعه اليوم برضه بيزيد. طيب هل الكتب بتحط اي مشاكل؟ لا، فيها مشاكل. طيب اول حاجه الكتب مش اكسسبل لكل الناس. يعني ايه اكسسبل اصلا؟ لان ده كله مشروع لسه مع اصلا. طيب اول حاجه الكتب فيها شويه مشاكل. اول حاجه ان الكتب مش اكسسبل لكل الناس. يعني ايه اكسسبل اصلا؟ لان ده كله مشروع عندنا. اكسسبل دي ان انا اقدر اتفاعل مع الكتاب صح، افهمه، اتعامل معاه واكسسه صح. طيب يعني هل لو حد مثلا ديسيبل او حد كفيف مين هل هيقدر يتعامل مع كتاب الكتب؟ اكيد لا، هو مش هيبقى شايفه اصلا، فهو بقى محتاج مثلا حاجه تقرا الكتاب ده. لو هو مش هيسمع اودي بوك، هو اوريدي كتاب تكست عادي، فلازم الكتاب ده يبقى اكسست بالسكرين ريدر بتاعه. السكرين ريدر ده كل اللي بيعمله ان هو بياخد التكست الموجود ويتكلم بالظبط. فيعني دي كانت اول مشكله في الكتب، انها مش اكسسبل لكل الناس. ده ديفينيشن اكسسبلتي. برضه يعني عايزه افهمكم اكتر عن الاكسسبلتي. الاكسسبلتي مش شرط يكون حد ديسيبلد او حد معاق، هو كمان في حاجه اسمها تمبري ديسبلد. لو انا ايدي مكسوره مثلا ومش قادره استعمل الماوس بتاعي، لو الويب سايت اللي انا بتعامل معاه بيسبورت الشورت كاتس مثلا، انا متوتره ومش عارفه، او ايدي مكسوره او اي حاجه مش عارفه استعمل الماوس بتاعي، فعايزه ايدي مهزوزه مش قادره استعمل الماوس. فلو الويب سايت بيسبورت الشورت كاتس، او ان انا مثلا استخدم الكيبورد شورت كاتس، ده كده الويب سايت بالنسبه لي اكسس. لكن هو لو هو مش بيسبورت كده، انا لو متوتره مثلا وايدي مهزوزه ممكن ما اعرفش استعمل الويب سايت، كده الويب سايت مش اكسس. ايفن حتى ان انا مثلا ما عنديش اعاقه او بيرمننت ديسبلتي او اي حاجه. كان برضه من الاكزامبلز بتاعت الاكسسبيلتي ان مثلا لو حد قاعد في مكتبه وبيتفرج على فيديو، هو مش هيعرف يشغل الصوت. فلو الكابشنز بتاعت الفيديو بيسبورت اصلا هو يظهر كابشنز، فكده الفيديو ده اكسسبل لاي حد، سواء هو عنده ديسبلتي او عنده ايا كان حاجه مثلا اعاقه تمبري او حاجه منعاه بس ان هو يشغل الصوت بتاع الفيديو. الانواع يعني اللي بالذات من الاكسسبيلتي بتاعت الكتب هي الناس ديسلكسيك والفيجوالي امبيرد. الفيجوالي امبيرد بكل انواعها، البارشلي سايتد والتوتالي توتالي بلايند. البارشلي سايتد اللي هو مثلا بيشوف حاجه بسيطه خالص في اول صوره. طيب احنا عشان اصلا نفهم عن مشاكل الكتب دي نزلنا عملنا يوزر انترفيوز. يوزر انترفيوز دي كانت مين يعني مع مين من ذوي الهمم. اول واحد كان اسمه احمد هو في الجامعه عندنا، ما كانش كفيف قبل كده، يعني هو فقد بصره حتى قبل ما يخش الجامعه، حاليا بيدرس سي اس في الضيف. والحد الثاني اللي كلمناه هو بنت كفيفه منذ الولاده اسمها دانا، ودانا بتدرس ستم في ثانوي حاليا. طيب المشاكل اللي هم عرفوا عنها ان المشاكل بالنسبة للناس البلايند ان هما ما بيقدروش يشوفوا الصور اللي موجودة في الكتاب. لو الكتاب ده اي بوك موجود فيه صور، هما دلوقتي السكرين ريدر بتاعهم مسكوا التكست قرأوا خلاص، تمام، هما سمعوا التكست وعرفوا الموجود. طيب لو في صورة، لو الصورة دي مالهاش الت تكست، الت تكست ده لو حد مثلا بيستخدم وورد او باوربوينت او واتس ايفر، يعني في اصلا حاجة اسمها الت تكست للصور، بس غالبا احنا ما بنهتمش اصلا ان احنا نحط مع الصورة بالظبط. هي بتبقى ميتا داتا برضه على الويب سايت صح؟
بس غالبا احنا اصلا واحنا ديفلوبرز بنديفلوب ويب سايت، هل حد مثلا بيكتب الت تكست؟ غالبا لا، جوه ليه لا. فطبعا الصوره دي لو ما لهاش الت تكست هي بالنسبه له جاربج اصلا، سكرين ريدر الايمج وعدى وخلاص، هو مش فاهم ايه اللي موجود فيها الايمج دي. فدي كانت اكبر مشكلاتهم يعني الصور. طيب بالنسبه للناس الديسلكسيا، ناس الديسلكسيا دول اصلا هم في مشكلتهم ان هم يربطوا الحاجه المكتوبه بالصوره الذهنيه عندهم. يعني هو مثلا ممكن يقرا كلمه هو غالبا ما بيعرفش يربط الكلمه دي بالصوره، القط مثلا يقرا قط وهو مش غالبا مش عارف يقرا قط، مش عارف يوصله لفكره القط على صوره القط. وهم ما بيعرفوش يتعاملوا مع الفونت العادي بتاعنا، هم غالبا ليهم فونت معين عشان هم مثلا حرف البي والدي ممكن يلخبطهم، فهم الفونت بتاعهم لازم يميز لهم بين الحروف اللي ممكن يتلخبطوا فيها، فهم بيعانوا من انهم التكست. طيب هل الناس دي كده بالمشاكل بتاعتهم دي هل هم هيتمتعوا بتعليم ديجيتال زي الناس العاديه؟ اكيد لا. طيب هل الناس دول ماينوريتي؟ لا طبعا هم مش ماينوريتي، لان في واحد من كل 10 سنين في العالم بيعاني من ديسلكسيا، و20% من الناس بتعاني من لانج ديسابيلتي، والميجر من لانج ديسابيلتي او اكثر لانج ديسابيلتيز هي الديسلكسيا، وعندنا 2.2 بليون حد فيجوال امباكت. طيب هل الاكسسبيلتي هي علي صوت؟ هل الاكسسبيلتي هي المشكله الوحيده للكتب؟ لا هي مش المشكله الوحيده في الكتب، كتب كمان مملة غالبا لو حد بيذاكر من ريفرنس هيحس الموضوع طويل قوي وهيروح للفيديو وهيعيدها كذا، وكمان الليرنينج كيرف بتاعها بيبقى اكبر بكتير عقبال ما اتعلم باخد وقت اطول. وكمان هي مشكلتها ان انا لو بذاكر من كتاب بذاكر بس بليرنينج، ما بانتراكتش مع اي حاجه، انا بقرا الكتب وخلاص فما فيش اي انتراكشن في الكتاب. تاني حاجه ان انا غالبا لو هذاكر مع نفسي في اوضه ايزوليتد، مش هبقى عايزه اي دوشه حواليا، فهيبقى isolated learning مش بتفاعل مع اي حد. طيب عشان يعني نحقق الاوبجكتيف بتاعنا ان احنا نحقق inclusive learning، inclusive learning دي كل الناس يحلوا مشكله الاكسسبيلتي بتاعت الكتب، وان الناس ديسيبل مش بيعرفوا يتعلموا بيها، فكل الناس تتعلم بنفس المستوى، يبقى حققت الانكلوسيف learning. كده صوتي احسن ولا ايه صوتي؟ لا عادي احسن. طيب يعني بعد ما حلينا مشكلة الـ inclusive learning أو هدفنا يعني إن احنا نحقق الـ inclusive learning، عايز مش بس إن أنا أحقق الـ inclusive learning كمان efficient learning، وإن أنا أحل المشكلة بتاعت إن الكتب boring أو learning curve بتاعها كتير، وعايز أحقق له interactivity عشان يبقى engaged مع الـ content ما يبقاش بس الـ learning، وعايزة كمان أحطه في community عشان هو في isolated learning. طيب هل في حاجات مثلا بتعمل زينا؟ في existing solutions، في كتبي وفي باندا سويت وفي بوك شوب. كتبي وباندا سويت الاثنين مينلي معتمدين على الانتراكتيفيتي بتاعت الكتب بس، لا غير، هما الكتب بتاعتهم مش اكسسبل خالص. بوك شوب بيعمل كتب اكسسبل جدا بس مانولي للاسف، هما بيحولوا الكتب اكسسبل مانولي بالهيومن فاكتور، وكمان بوك شوب ما فيهوش اي انتراكتيف اليمنتس. طيب الانتريبيوشن بتاعنا بقى ان احنا نعمل بلاتفورم تجمع ما بين الاوثر بتاع الكتاب، هو يحط اكسسبل كونتنت وانتراكتيف كونتنت، والكونتنت ده يظهر لي الستودنت سواء هو ديسيبلد او لا بشكل اكسسبل انتراكتيف. طيب السيستم ورك فلو يعني اللي بيحقق لنا السوليوشن ده، ان انا عندي الستودنت او اللرنر بيخش يظبط السيتنجز بتاعته اللي فيها اكسسبلتي سيتنجز، ويفتح على البلاتفورم كلها يشوف اللايبرري اللي فيها الكتب، ويقدر يخش الكتب او يشتريها، يظهر له الانتراكتيف بوك لايبرري بتاعته. الناحيه الثانيه الاوثر هو اللي بيعمل الكتاب من خلال الاديتور، يحط الكتاب ويشوف اناليتكس عن الكتب بتاعته من خلال الداشبورد. لان احنا عندنا البلاتفورم بيخش عليها الاوثر يحط كتابه، والناحيه الثانيه السين برضه بيخش يقرا الكتب بتاعت الاوثر. طيب احنا قلنا ايه؟ احنا اول حاجه عايزين نحققها ان احنا عايزين نحل مشكله الاكسسبيلتي. فالاديتور بتاعنا من ناحيه الاوثر عنده حاجه اسمها اكسسبيلتي تشيكر. الاكسسبيلتي تشيكر دي بيعدي على كل الكونتنت اللي الاوثر حاطه، يتاكد ان هو بيفولو دبليو سي اي جي. يعني ايه دبليو سي اي جي؟ ويب كونتنت اكسسبيلتي جايد لاينز. في جايد لاينز كتير جدا ان اي كونتنت ممكن يتحط على الويب
يبقى اكسسبل ده لي الجايد لاينز بتاعه. البروسيس فيها الموضوع ده ايه؟ الويب بروسيس فيها تقريبا حاجه زي كده. الويب بروسيس فيها حاجه زي كده ازاي يعني؟ يعني ساعات قصدك نحط اكستنشن او بلجن يحسن انها الاكسسبيلتي صح؟ لا يعني بفتح مثلا الاقي ورنينج بتاعت لي مش كومبلاينت مع الاكسسبيلتي بالظبط. اه في اصلا ان انت بتتحط بتقول لك انك انت ده الكونتنت اللي انت عامله ده مش اكسسبيل الكونتنت وحش ده مش هيخلينا نشوف. اه في حاجات يعني بتديك ورنينج بس هل في حاجه بتنفوس ان الكونتنت اللي خارج من البراوزر اللي انت فاتحه او الويب سايت اللي انت فاتحه ده اكسسبيل؟ انت بتشوف الورنينج بس صح؟ اه وانا بقى انا كديفلوبر بشوف بس انت بتشوفها بس حلو. هو الاكسبكتد تشيكر ده بقى دوره ان هو مش هيعدي اي كتاب يخرج او لازم ايفن حتى تشابتر او لازم جوه الكتاب الا ما يعدي الاكسبكتد تشيكر ده. طبعا يعني الجايد لاينز كتير قوي يعني بس هقول لك على اهم حاجه مثلا فيها ان هو مثلا ما ينفعش يبقى عامل مثلا الكونتست ما بين الالوان قليل قوي. تخيل مثلا لو حد بيكتب لون لبني فاتح قوي على ابيض البتاع هيبقى بشع. احنا اصلا احنا اللي هو معافين وفيجوال كويسين مش هنشوفها بلد بقى الناس اللي هم اصلا روشلي انسايتد او نظام ضعيف خالص الموضوع بيبقى وحش جدا. عشان كده بقول لكم الاكسسبيلتي بتضم الناس كلها مش شرط بس الناس الديسيبل يعني. فالاكسسبيلتي تشيك ده دوره في الاديتور وهو الاوثر نفسه بيكتب الكتاب ان هو يتشيك ان كل الكونتنت اللي كاتبه الاوثر يفولو ال دبليو سي دي ومش هياخد اي لسن او شابتر من الكتاب الا ما يعدي من الاكسسبيلتي تشيكر ده. تاني حاجه برضه عشان هي الفكره اصلا هو الاوثر بنفسه بيفولو ال دبليو سي دي ده كتير قوي عليه. فاحنا بنحاول نوتوميت البوست برضه شويه. فعندنا الايمج ديسكربشن بدل ما الاوثر هو اللي يحط الالت تكست بايده احنا بنستخدم الاي اي يعني بنبروفايد ليه الالت تكست ديسكربشن الايمج كامل جنريتد بالاي اي. وطبعا برضه عشان الاي اي ممكن يغلط او ممكن يطلع ديسكربشن مش دقيق او الاوثر ما يبقاش راضي عنه فالاوثر ليه كامل حريه ان هو يعدل في الالت تكست ده جنريتد بالاي اي. طيب الاوثر ممكن ياخد مثلا سكرين شوت من اكويشن طويله قوي بلفه يوم حاططها اعمل لها ابلود ويسيبها. لو سبت لو خرجت اصلا الكونتنت ده للاكسبكتد تشيكر هو مش هيعدي. بس لو افترضنا ان هو مثلا مفيش اكسبكتد تشيكر وهيعدي لو انا خرجته لليوزر وهو حاطط سويت ايمج بالنسبه للناس الكلاينت لو هو مشغل سكرين ريدر هو مش هيبقى عارف الصوره دي فيها ايه. هو حرفيا اكويشن اوحش حاجه للناس الكلاينت لان عارفين يعني من اليوزر انترفيوز الصور الصور كمان لو بتاخد سكرين شوت دي انا كده لازم اعطيها على او سي ار او اي حاجه تطلع لي الكامب ده غالبا ده مش السكرين ريدر بتاعه مش هيسبورت الا يعني اي او اس هو الحاجه الوحيده اللي بتسبورت الفويس اوفر يعني بتاع اي او اس وده مش كل الناس يعني عندها كده بالذات هو بيذاكر الكونتنت كمان من لابتوب فالموضوع هيبقى بشع على السكرين ريدر بتاع اللابتوب بتاع ويندوز مش لطيف قوي. فيعني عشان نحل المشكله دي خلينا ان الاي اي برضه بنعدي الصوره بتاعت الايكويشن على اي بي اي هو بيطلع لها اللاتكس ريبريزنتيشن بتاعت الايكويشن الموجوده في الصوره نفس الكلام الاوثر برضه يقدر يعدل عليها لو ما طلعتش اكيد. طيب برضه عندنا في الاديتور لو مثلا في كذا اوثر للكتاب فهنعمل لهم ريل تايم كولابريشن يبقى يقدروا هما الاثنين يشتغلوا في نفس الشابتر ويشوفوا شغل الطلبه. طيب برضو عشان نحسن اكتر يعني الاكسبيرينس بتاعت الاوثر ويجي عندنا البلاتفورم بتاعتنا حبينا نحط له جزء الاناليتكس او داشبورد يشوف فيها الكتب بتاعته بتطبق بنسبه قد ايه والناس بيشتروها بقد ايه ياخد ايه الفيدباك يعني عن الكتب بتاعته. طيب الناحيه الثانيه من ناحيه الستودنت طيب احنا دلوقتي عملنا انتراكتيف عايزين بقى اوكي انا الاكسسبيلتي والكونتنت متاكدين ان هو بتاع الاكسس عايزين بقى نحقق الليفل الستيب الثانيه ان احنا نحقق له اي ليرنينج اكسبيرينس ممتعه وانتراكتيف ويقدر ينجز فيها مش بس بلان. فعشان نموتيفيت ان هو يكمل في مذاكره الكتاب هو بنحط له اسئله الاسئله دي بانستنتينيوس فيدباك او لما يدوس على السؤال هيعرف هو حل الاجابه صح ولا غلط. تاني حاجه برضه هو ازاي بتحددوا الاسئله يعني مؤلف هو اللي الاوثر هو اللي بيحط الاسئله. تاني حاجة الكودينج اكسرسايز حاطين امبيدد كودينج ويدجت الويدجت دي يقدر يران فيها كود ويأدد فيها ويران بعد كده برضه ده لو هو بيسافر سوفت وير. تاني حاجة ساعات برضه
الناس الديسلكسي هم برضو مشكلتهم اولا في الفون، ثانيا برضو ممكن ما يبقوش قادرين يشوفوا الكونتنت بتاع يعني ممكن يحصلوا ايه، يتلخبطوا من السكرول كتير او يبقوا اوفرويلمد اول ما يشوفوا سكرول كتير قوي. فاحنا بنعمل لاين فوكس، يختاروا اللاين اللي هم حابين يشوفوه لوحده، يحصلوا لاين فوكس فما يشوفش باقي الكونتنت. وطبعا الماس فيديو دي فيه اوبشنز كتير قوي برضه، منها ان هو يغير الفونت، بس هو اوريدي لو غيرها في سيتنجز من الاول لو هو ديسلكسيا هتفرق. طيب برضه لو هو حابب يشير النولج بتاعته مع الكوميونتي او يحققوا يعني الكوميونتي الاولى، فهو يقدر يعمل هايلايت على السنتنس اللي هو بيكتبها ويعمل يكتب جروب، ودي ممكن يخليها نفس البرايفت او يشيرها بابليك مع الكوميونتي. ويقدر برضه عشان ينجز اكتر مع الكوميونتي يبقى في كوميونتي ديسكشنز على اللاست، بعد ما يخلصوا يقراوا يشوف يكتب سؤاله ويقدر يرد عليه او حد من الناس الستودنتس اللي معاه في البلاتفورم. طيب ده السيستم ديزاين بتاعنا. السيستم ديزاين بتاعنا هو عباره من يعني الاي او اس بتاعت الباك اند هي او سي وبوب ولاسو، وبندخله مع اللود بالانسر ينقي انهي انستنس في السيرفر تبقى شغاله، والموديولز اللي موجوده هي الامج كابشن موديول والاوثنتيكيشن ويعمل ستولاستكس والتكست وسبيتش والسبيتش تكست يعني، والامج كابشن هو سيرفر لوحده عشان احنا مش بنعمل مايكرو سيرفس قوي، بس الامج كابشن عشان يبقى بايثون يعني فهو سيرفر لوحده، والسيرفر ده بيتكلم من السيرفر بتاعنا اللي هو الباك اند. طيب البايب لاين بتاع الامج ديسكربشن، اول حاجه بدخل الامج، الامج ما اول ما الاوثر يعملها ابلود هي تخش على كلاسيفاير عشان يعرف نوع الامج نفسها. فاول حاجه ممكن تبقى ماس لو الامج سكرين شوت لوكيشن، او تبقى تكست عادي والاوثر متكسر يكتبه فبعديها على اوثر ار، او تكون امج عاديه وبعض الاوثر متكسر يكتب لها ديسكربشن فوقتها اول ما يبلود الامج هي كلاسيفاير هي سين ديسكربشن، او انها تكون اصلا دايجرام او فلوت شارت اي شارت يعني وقتها برضه يبقى الليبل بتاعها شارت. وبعد كده كل واحد بدخله على موديل مختلف يطلع الديسكربشن بتاعه. دي الداتا بيز سكيما بتاعتنا هي ريليشنال موديل، الميثودولوجي هي سي اي سي دي كونتينوس انتجريشن كونتينوس ديفلوبمنت، بندوكمنت على الكونفرنس بنحط الدوكمنت وبنحط الايشوز او بنعمل ريسبونس على لينير، بنرفع على جيت هاب شغل وهندبلوي على دوكر. دي التكنولوجي ستاك بتاعنا، شغالين في الفرونت اند رياكت وتايب سكريبت، الباك اند شغالين بكاسكيد وهنتست بجي يونت، وشغالين في الداتابيس بوست جريس، ودي حاجات اللي هي اوبن سي بي ان باي، ودي حاجات السي اي سي دي. امبلمنتيشن البايب لاين بتاع الاديتور ابروكسيميت كده دلوقتي خلاص يعني فاضل حاجه بسيطه. هو يقدر يحط تكست، والتكست دي طبعا يقدر يعني يعمل عليها الاوبشن العاديه بتاع البولد والكلر والهيدنج وهكذا، ويحط الامج. اول بقى ما هو خلاص الشابتر ده، هو الشابتر ده بيتحول لجيسون، الجيسون ده يتبعت عندنا على الباك اند او السيرفر. بعد كده اول لما نبعته على الباك اند، الباك اند يبعته على اس اس سي على الكلاود امازون كلاود، وبعد كده الجيسون ده يظهر ليه يعني الباك اند يبعته تاني للفيور او يعني من ناحيه الستودنت يقدر يشوفه. طيب امج ستولاتكس بنستخدم في الامج ستولاتكس بنستخدم اللي هو اسمه ماسكس، بنحط الامج هو يرجع لنا لاتكس برزنتيشن. بالنسبه للامج ديسكربشن فاحنا بنستخدم جربنا يعني اثنين بي ترينج مودلز، جربنا جي بي تي وجربنا بليب 2. دي الحاجات يعني دي الامج اللي ابلكناها لجي بي تي 2 وبليب. اول مودل طلعها اصلا مان بتاعته وحشه جدا، الموديل الثاني طلعه ويمن وسيتنج على روب وتفصيل اكثر يعني. ف طيب حطينا بقى دايجرام للاثنين مودلز. طبعا الموديل الاولاني قال ان ده بينتنج اساسا، الموديل الثاني قال ان ده هيومن سكيلتون وقال لنا ان هو بيشو البونز، فطبعا الديسكربشن بتاع بليبتو احسن بكتير. دي بقى الصوره اصلا بتاعتنا احنا دخلناها على الاثنين مودلز، ف جي بي 2 طبعا ده واحد بقى قريبه خالص، لكن بليبتو سم هاو برضه قال ان هو سيستم فنوعا ما جابوا كويس احسن من
عشان كده يعني احنا قلنا ان الكابتن دي لو بتكتب بتاعت نفسه بتطلع 9 بس.